أمل بوشوشة أفضل ممثلة عربية لسنة 2014 هي تعود لنشاطها الفني، إذ تستعد لتصوير بطولة مسلسل الأسود يليق بك المقتبس من كتاب الروائية الجزائرية أحلام مستغنمي والذي يحمل نفس الاسم. وما زالت أمل تحصد نجاح أغنيتها المنفردة الجديدة التي أطلقتها منذ أيام قليلة. بعد النجاح الكبير لرواية الأسود يليق بك للكاتبة الجزائرية المتميزة أحلام مستغنمي، تصر الجماهير العربية على تحويل هذا العمل الذي يروي قصة مثيرة ومحبكة بطريقة رائعة إلى مسلسل تلفزيوني، ومن المنتظر أن يبصر هذا العمل النور في السنة الحالية. الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة هي من ستجسد دور البطولة في هذا العمل الدرامي بعد نجاحها الساحق في دور البطولة قبل سنوات في مسلسل ذاكرة الجسد إلى جانب السوري جمال سليمان، وفرضت به نفسها كممثلة محترفة في العالم العربي. أمل التي حققت نجاحاً ساحقاً في مسلسل الإخوة العربي الذي جمع نجوماً من كل البلدان العربية، وحازت أمل عن دورها في هذا المسلسل بلقب أفضل ممثلة عربية ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمتها منذ أن قررت أن تحترف التمثيل. بس أنا بشبه على حضرتك. وأنا مشبه عليك. أول ما فتت على المحل أقول لحالي بعرفك بس استحيت. أنت أمل بتوش. أمل قدمت برنامجاً كبيراً حمل عنوان مشبه عليك، استضافت فيه أبرز النجوم العرب. أما في الموسيقى فأمل المغنية خريجة برنامج ستار أكاديمي، قدمت أغاني سينجرز ناجحة كضرب جنون، بطل العالم العربي ويا الريح، لتعود هذه السنة بسينجل جديد طرح منذ 3 أيام بعنوان أيوة بحبك، سيصور قريبا على طريقة الفيديو كليب. بصوت أمل بوشوشة نختم نشرة ثقافية لنهار اليوم، وعيدنا الإخبارية متواصلة على قناة الجزائر نيوز. دمتم في أمان الله.